الحمد لله صار في طيارة إجلاء ومتشكركم كتير، وألف الحمد لله وصلنا بالسلامة. أول ما وصلنا على بور السودان يعني خلاص بدأوا بالإجراءات الإجلاء، سجلوا العوائل والأفراد، والحمد لله رب العالمين، واليوم تيسرت أمورنا وطلعنا. مبدئيا أخذوا ذوي الاحتياجات الخاصة كتير، المرضى، النساء، الحوامل. طلعنا من كافوريا على مدينة اسمها بور السودان، ومن هنيك ضلينا قاعدين تقريبا شي 7-8 أيام. باليوم الرابع وصلوا أعضاء السفارة السورية لهنيك وبلشوا مشكورين يعني يجوا يتعاونوا معنا يجمعوا الأسماء، واليوم الله وفقنا من الرحلة الثانية.